ديال اليوم جمعية انطلاق للبيئة والثقافة والتنمية انضمت لواجهوية الثانية لها بشراكة مع جمعية الكرازة للتنمية. دونك كان الموضوع ديال الندوه اليوم هو أية مكانة للتعليم الأولي في السياسات العمومية الترابية. طبعا اخترنا هنا موضوع ديال التعليم الأولي وربطناه بالجماعات الترابية. الهدف كان هو إشراك الجماعات الترابية باش يعطيو واحد الأولوية للتعليم الأولي، خصوصا أن الجماعات الترابية اليوم هما تيهيئوا برنامج العمل السنوي ديالهم ما يسمى بالباك، بالتالي حنا تنهدفوا أنهم يدرجوا في الباك ديالهم التعليم الأولي، يدرجوا الطفل، يدرجوا البيئة، يدرجوا المرأة، يعني يتصاوبوا بواحد الصيغة تشاركية اللي يكون فيه مواضيع مختلفة واللي من بينتها التعليم الأولي اللي هو مهم جدا، خصوصا في المناطق الهشة، في المناطق اللي تتعرف بزاف ديال الهدر المدرسي واللي تتعرف غياب التلاميذ على الفصول الدراسية. دونك هذا هو الهدف في الندوة ديال اليوم. شارك معنا كل من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، وأيضا شاركت معنا الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وشاركت معنا العمل قسم العمل الاجتماعي بإقليم أزيلان، وأيضا اليوم ارتئينا ندير ما يسمى بالتتمين ديال التجارب الناجحة، بحيث استدعينا جماعة نور اللي عطتنا تجربة ديالها بحكم أنهم عندهم تجربة متميزة في الجهة حول التعليم الأولي. دونك قدموا لنا تجربة منهم اللي تفاعلوا معها جميع المتدخلين والمتدخلات. الندوة بالنسبة لنا كانت ناجحة، يعني حاولنا استحضار نعيطوا على جميع الفرقاء، كان نقاش غني، خرجنا بمجموعة بالتوصيات اللي غادي نوجهوها للجهات المسؤولة، وشكرا لكم.